ده كلام مهم جدا، لكن ايه النادي الحلو ده؟ علشان كده في حلقة الليلة عنوان واحد: جدارة البطل وبطل الجدارة. الحقيقة مفيش بطل جدير ببطولة قد ما كان الأهلي جدير ببطولة الدوري الممتاز هذا العام، وهنشوف الأرقام الدامغة القوية جدا. وما كانتش الجدارة ليها بطل أرفع وأقوى من النادي الأهلي، لأنه اللي حصل السنة دي لا يتفتح فيه كتب كتيرة قوي وتتقال فيه مواويل، لأنه الحقيقة الأرقام تعرف يا استاذ ابراهيم تكفي قبل ما للحديث. تقول الارقام عندنا مشكله كبيره جدا. الجماهير بتفرح بالبطولات وبالارقام وبالمكانه بما يحققه الاهلي، ولكن المسؤولين يفرحوا بخوف، خوف المسؤول، لانه بعد كده هو عليه ان يضيف الى هذه البطولات وعلى الاقل يحتفظ بها أو يحتفظ بهذه المسيرة الناجحة. فكل ما بتحط علامة فوق أنت بتلتزم التزام أدبي، بتعلي سقف طموحات جماهيرك كمان، محتاج منك. وهم العباقرة اللي قال لك ليس النجاح أن تصل إلى القمة ولكن أن تحافظ على هذا النجاح. فالنادي الأهلي لا، النادي الأهلي بيفرح الناس، هو فعلا وزير السعادة وتاجر السعادة والباج وراسم الابتسامة على كل الوجوه في أنحاء العالم وأينما حل. ده ليه؟ لأنه أنا الأهلي،